والحدود وكذا. يلا بسم الله. داخلين فين لارا؟ لارا أكثر واحدة متحمسة لدرجة إنها ما نامت أمس. شوفوا مرة حلو، عندهم اكتيفيتيز للأطفال، يعني شوفوا بالساعات 10 11 12 1 2 3 4 5 6 يخلص. شوفوا مرة حلو، يجنن بصراحة فكرته مرة حلو. يلا لارا. يا سلام، واو سويت حقنا فول سويت مرة حلو. أخذنا أنا ماما معانا ف مرة حلوة فكرة السويت. الله الفيو. في كان سويت تاني في البلكونة مفتوحة بس قال لنا انه خلص ما موجود غير ده السويت، ما في البلكونة. شوفوا في هنا كأنه مطبخ صغير، شوفوا كيوت، في فرن، في مايكروويف، كأنه شقة ما كأنه سويت في الهيلتون. هنا تخيلوا فيه، تخيلوا غسالة مرة حلو، غرفة غسيل. هذه الغرفة الأولى، شوفوا حلوة كده، ماستر بيدروم، سرير كبير.
وهذه غرفة جدة حنو. شوفوا مين ينام مع جدة حنو؟ ماما. ماما تنام مع جدة حنو. حاضر. وانتو تناموا مع مين؟ يا سلام. فبس مرة حلو. أهم شيء أنا حاطة مناديلي هنا، عجبني السويت. شوفوا ماما ايش جابت لي من المدينة، تمرية. ايش في هنا؟ معمول. شوفوا تمر. شوفوا ده هي جففته الحبك حق المدينة، رائع. هنا معمول. شوفوا معمول العيد. ماما مرة يمي المدور أرز. يا جماعة قهوة و المعمول with view. يعني شوفوا كده صورة ماما المفضلة، قهوة مع فيو. شوفوا حتى ماما في الطيارة أدوها معمول. يعني كمية معامل يمي ما دقته بصراحة، لا رداقته. نفسي يا جماعة أوريكم المسبح، بس يعني بصراحة من كتر ما هو زحمة ما أقدر. فمن جد مرة زحمة، ما شاء الله الناس فوق بعض. أنا ما قد شفت مسبح زحمة للدرجة دي. شوفوا يا جماعة رجعنا الفندق. يعني إحنا من أول في الفندق، بس خلص صبحناهم شويتين و كده، بس نرتاح شويتين. جد حنو تقيلل شويتين ونخرج ان شاء الله. بس شوفوا مرة حلو الفيو. يلا بسم الله نروح على فاندوم. فاندوم اسمه اتوقع كده، فاندوم مول، اكبر مول، مرة حلو. فخلاص نتعشى فيه وكل حاجة. شوفوا يا جماعة سيفورة 3 أدوار، مرة حلو. لارا شوفوا يا جماعة هذا آخر دور كله ألعاب، مرة حلو. هنا في ألعاب في النص، وفي هنا وفي هنا. خلص الشو حق النافورة. زارا مرة كبير 3 أدوار. نحن ما نبغى زارا، نحن نبغى مرة حلو إنه في شاشات كذا ويوريكم بالضبط فين تمشوا عشان توصلوا للمحل. ماما تبغى سوبر ماركت. المهم أنا أبغى أنثروبولوجي يا جماعة. تخيلوا في أنثروبولوجي هنا. شوفوا أنثروبولوجي كمان عنده تخفيضات. بكاء شماعي. هذا مرة حلو حق الفواكه. الرنر يفتح النفس. شوفوا كيف سعره 249 ريال. اوف شوفوا شوفوا كيف الجمال. صحن نتفة 59 ريال. هذا مرة قديم. هنا سكشن تخفيضات. الجمال الجمال سبرينج كولكشن. يعني وقعت في غرامة امرأة هين. شوفوا سكشن التخفيضات في شمرك تكوتا. يا شوفوا ده مرة حلو. الصحن سكرية. شوفوا شوفوا ده مرة حلو. ايش الجمال ده. اكواب معيارية. شوفوا رائع. شوفوا لو سمحتوا ده انا وماما وقعنا في غرامه. رائع رائع. ايش ده؟ وي بسم الله كنت حكسره. هذا نفس اللي في لندن، بس طبعا يعني ما في حرفي، دائما حرف الاسم للاشياء اللي ما هي موجوده.
واو شوفوا واو 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 كالعادة ما في حرفي. شوفوا لازم أعترف واحدة من أكثر النظارات اللي حبيتها في حياتي اشتريتها من هنا وكان سعرها تقريبا 200 ريال 200 وحاجة من أنثروبوليج دبي مول ضاعت في ظروف غامضة. شوفوا بفكر أخذ هالنظارة من جد مرة هاي كواليتي ومرة حلوة. شوف هذه مرة تشبه اللي ضاعت الحين حقيسة لو نص ساعة حاخذها مرة حلو. وهذا كمان سو كيوت شوفوا كيوت ماما طقمته الثلاثة مرة حلوين والبراد كله 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 مرة حلو. شوفوا دي كيف تجنن مرة طالعين دحين بدي الأشياء رائعة رائعة. شوفوا بس شفت ماركة براند ستود ونفسي اشتري من عندهم بصراحة شوية تجي أكبر من دي. شوفوا يا جماعة لملمت تخيلوا ماما مرة محتارة تاخذ هذا وده ولا لا. آخر شيء خليتها تخرج من المحل واخذت لها هو هدية. شوفوا هنا جهت البراندز المول مرة كبير حلو بصراحة مرة ممتع بس مرة ما اقدر اصور الناس ما احب. شوفوا مرة حلو الفيو من الجهة الثانية رائع. طيب يا جماعة شوفوا جينا محل بوردرز اوكي برضو نفس الشيء هنا في فندوم اسمه بسم الله فجأة نسيت اسم المول. المهم فبوردرز مرة حلو في اللانش بوكس اللي دايما تسألوني الشفاف الحين أوريكم هو مفتوح زي ده كلكم كنتوا تسألوني من فين اللانش بوكس. شوفوا مرة حلو ما أخذت هذا الشكل أخذت لهم يونيكورن. لارا تعشق اليونيكورن أصلا قاعدة أفكر تبي هذا مامي طب خليني أشوف هذا. شوفوا من دحين بفكر ناخذ لها شنطة المدرسة بما إنه أخذت اللانش بوكس. شوفوا اللانش بوكس قد ايش جنن هذا هو اللي اخذه شوفوا جد حنو قاعده تدلعها خلاص ماما باللانش بوكس كفايه لا تشتري لها ده لا يا مامي مره كثير جد حنو تشتري لك عيب كذا. يعني السنه اللي فاتت افتكر قد ايش حسنا في الشنط واخر شيء اخذنا لها من سنتر بوينت عجبها مره إلسا وأنا فدحين خلاص حلو مره ناخذ لها اليونيكورن اللي نفسها فيه. لارا مامي اي تعجبي كده ولا ده انا احس ده صح ده احلى. شوفي حتى يلمع من هنا واحلى حاجه انها تنسحب بما انها ان شاء الله راح تكون اولى ابتدائي. شوفوا يا جماعه هذا هو سميجل هذا هو البراند حقت اللانش بوكس القديم. شوفوا الاشكال تجنن تالي عاجب هذا بس طبعا تالي اصلا ما هي في الروضه ف ما راح نشتري له هو طبعا. شوفوا مرة حلو هذا الشفاف زي حق العارف. تخيلوا انه اخر يوم اخذته الروضة ونسيته بس ما اعرف السنة الجاية هل حتيجي وتلاقي حقها موجود الشنطة ولا لا لانه نسيته جوة الشنطة ونسيت يعني ما اعرف هو ما في غير شنطة ولانش بوكس جوة بعض. نشوف بس مرة حلو شوفوا كتير يحير. هذا طبعا داينو عشق الشومي مرة حلو. شوفوا حقيقي المول مرة حلو كده في أركان مرمية في كل محل تلاقوا يعني ألعاب أطفال مو بس جهة ألعاب الأطفال لا كده مرمية في المول مرة حلو. يا أهلا وسهلا خرجنا يا جماعة من المول وبس بندور على بقالة سوبر ماركت كده حسنا إيش ده نحن عندنا يعني في السعودية مليان في كل زاوية بقالة هنا مرة مننا لاقين فتخيلوا لقينا هنا بقالة في هذا المكان عند المرسى لدرجة حتى ما حسبناها بقالة بس لازم كده تدخلوها من هنا وتلاقوها جوا. فالحمد لله لقينا بقالة يعني حسب الأشياء الضرورية في السفر بقايل كده نشتري موية ومناديل وسناكات وكده. تاورتي؟ يلا مامي ليتس جو. شوفوا رجعنا الفندق لقيتهم مظبطيننا حاطين لنا أشياء كده وحركات السويت. طيب وريني يا تاليا وريني ايش اشتريتي؟ يا سلام نظارة؟ يا سلام لارا فين حقتك النظارة؟ شوف عشان نسيوا نظاراتهم في الشرقية واي كيوت. يا صباح الخير. شوفوا يا جماعة قاعدة اسوي شاهي مغربي الحلق من امس محتقن بشكل مو طبيعي
طبعا يعني الوضع كده كل حج عارفين يعني كل اجازه حج مستحيل ما يحتقن. بس والله شوف عبد الرحمن working from الفندق. يلا ندخل الفطور. حلوة الاريا حقت الفطور فول بانكيك كيوت. هنا في شكشوكة. طيب يا جماعة هذه الشحنة حقت تريندي اول وصلت وما قدرت افتحها معاكم، قلت خليني اخذها وافتحها هنا عشان استعملها. طيب هذا من الاشياء اللي اشتريتها يا جماعة، هذا البلاشر رائع وريتكم، هو من فلور مار ماركة تركية، مرة اسعارهم حلوة. شوفوا كيف شمري، تحسوه كده يعني كأنكم ما تحتاجوا تحطوا هايلايتر لانه مرة كده يلمع، تحسوه يجنن لمعته مرة حلوة. شوفوا هذا هو اسمه شيمر بينك، رائع. فمرة تحمست ومرة حبيته، اخذت اللون الثاني، اخذت هذا على برونزر شوية، اسمه شوفوا بينك برونز، لونه مرة حلو. اتحمست يعني كده حاجة شوية برونزي. شوفوا كمان اخذت هذا الكونتور ستيك كده برضو من فلور مار، شفت هذه مدح مرة حلو. واخر حاجة اخذتها هذا كريم للعين، مرة الريفيو حقه عالي. خليني افتحه معاكم عشان بستعمله خلاص للهالات السوداء وزي كده. شوفوا يا جماعة هذا هو ريتينول اي كريم، فيلو ريتينول. وبس مرة تحمست كده لل يعني الريتينول مرة بصراحة حلو، صرت ادخله في روتيني. هذه الاشياء اللي طلبتها من تريندول. كودي طبعا لسه شغال سارة اكس، تقدروا تستعملوه اي وقت، والروابط حقتي كلها في صندوق الوصف تحت الفيديو، رابط المطبخ، المكياج، ادوات التجميل، البنات، الاولاد، الرجال، كل حاجة، فساتين افراح، كل حاجة كده عملت لكم كوليكشن. يلا باي. طيب يا جماعة شوفوا اوتفت اليوم مرة بسيط، يعني بنطلون ابيض لينن، بلوزة لينن مرة حلوة من اوي شو. يلا نروح فين؟ نروح كتارة، في له مرفع عليها اشياء كتير، في اولي متحف الاطفال، في كافيهات قولي المفروض انه جوات هذا المبنى حق الهدية. ايه حق المعالم؟ حتى في اشياء برا. مكتوب انه دي المنطقة مكيفة، فا يلا نشوف دحين. لقينا المكيفات واقفين مرة حلو. خرجنا من هذا المحل كله كده براند شنط مدري ايه، نبي نروح السوبر ماركت. لقينا السوبر ماركت مرة حلوة ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله مرة فخيمة فخيمة رائعة. شوفوا كيف تجنن ولا ما شاء الله حلوة. واو شوفوا مرة حلو، يعني قاعدة بس أتأمل ما شفت حاجة لسه. يلا بينا في الحر ندخل قولي شوفوا جوة قولي في هذا كاندي فيل كذا، وفي اشياء حلوة، في كافيه، في هنا محل العاب مفتوح برضو من جهة.
محل ألعاب وفوق أولي أولي. وجد حنو بس تشتري الحلويات كتم كاندي. كتب كتب اسمك؟ يس يا سلام. دحنا تسوي سيارة كيف تعملوها؟ سويت السيارة أنا خلصت. يلا لارا يا سلام. ناخذ السيارة نحطها هنا كذا ونضغط الزر وهي تروح. باي سيارة. شوفوا سيارة ماما سيارة التحنو. ويييي الله 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 فطست. يلا نطلب كافي. شو الجو يحتاج أفوكادو مع ماما. عبد الرحمن سبنا في أولي أولي مع البنات وشردنا. شوف ماما من أول تقول فين الأفوكادو فين الأفوكادو. قولي لها معصروا على الليمون ليصير أسود. شوت إسبريسو وآيس كريم. نلف لف يعني حلو كل الأشياء هنا. دور ملابس دور ميك اب دور شنط وشوزات وكذا يعني. شوفوا يا جماعة جينا قناة كارتييه. قبل ما نروح نتغدى بعدين يعني. فدحين الساعة كم دحين؟ 4 إلا ربع. مرة حلوة. بس الزبادة محل هذا 9 دقائق ما حد أرجع. كأنك في البندقية. الله. شوفوا مرة حلو يعني أحس ضروري نجيها في الجو الجميل. الشمس أتوقع البنات دابوا وماما مرة تعبت. بس المكان مرة جميل يعني رائع. يا جماعة دبت من الحر حاسة نفسي حدوخ. رجعنا في فندق يا جماعة والله الوضع يعني متعب اللي بعد التعب. ما أعرف شو البنات بيسبحوا قبل المغرب. خارجين أخيرا. شوفوا حلو لما نكون كده في اللوبي في قهوة طالعين نازلين نشرب منها مع تمرة. المهم قاعدين في اللوبي اليوم على ما السيارة تجي. الأكل قاعد يجي بالقطارة. شي ده خرافة مرة لذيذ. باستا تشيكن برجر وبقي طبق. هذا آخر طبق تشيكن مايونيز مال سباجيتي أربعتهم. شوف المطعم من برا من جوا قصدي. المهم مرة حبيته مرة لذيذ بصراحة. أصلا تحس المطعم يعني كله أحس يعني أهل البلد. ما أحس فيه أجانب كتير أصلا بيأكلوا. ما في ولا أصلا أجنبي بيأكل جوته. غريب مرة لذيذ يعني. شوفوا دوبه فضي بس ما شاء الله من أول كده على طول عشان خلاص بيقفل المول دحين. الحمد لله خلاص انتهى يومنا كده. نقول بيتك في السيارة. والله شوفوا كيف مرة حلو الفيو مرة حلو.
جميل. صباح الخير. فين الكيكة يا تيتو؟ هذه كيكة، هذه بان كيك، بان كيك ستروبري، بان كيك كوكونات. سجايلة، الناس قاعدين يسبحوا. أخيرا فاضي. شوف ماما تلتقط الصور للبوفيه بعد ما خلص. Anyways. خلاص checking out من الفندق. يلا checking in. حلو فندق لاريا، كبير ما شاء الله، فندق كشوخي في لو بيانو. شوفوا ماما قاعدة تصور فندق. شوفوا المسبح، مرة بنات متحمسين بيروحوا يشوفوا. طيب يا جماعة شوفوا الفندق، فغيرنا فندق عشان نبغى شاطئ بحر وشاطئ رملي. شوف الغرفة، تعالي يا دي غرفة حقتنا، ولسه حقت ماما بينظفوها. طيب شوفوا يا جماعة، عجبني انه هذا زي الريزورت بس ما هو مرة كيدز فريندلي، فبيقول انه المفروض فيها 9 مطاعم. في تشوفوا هنا تريدر فيكس، في زيه في البحرين مرة لذيذ. في كمان هناك مطعم ريم البوادي، في 9 مطاعم قال. يعني هذا من الخلاص الريزورت، تدخلوا ما تخرجوا من ناتي مبسطوا، تقعدوا على البيتش وكذا. حلوة فكرته يعني بصراحة. بس فبصراحة لا، الفندق مرة أفخم من اللي قبل، بس اللي قبل حسيته كيدز فريندلي أكتر. حتى كان عندهم ديك الورقة اللي وريتكم هي حقت الأكتيفيتيز. بس ترى حتى هنا في أطفال يعني، مو ما في قاعدين يسبحوا، بس شوف الفندق فاضي بصراحة، أحسن أروق مرة. بس هناك الفطور يفوز، واحد من أطعم، حتى ماما يعني اتفقت معايا إنه واحد من أطعم فطورات الفنادق اللي جربناها في الهيلتون، يعني فنادق الهيلتون. بس والله بصراحة كنت شايلة هم الفندق إنه يكون مرة قديم، بس مرة ما شاء الله كبير بالعكس. يعني شوفوا الفنادق بصراحة القديمة، هذا هو الحلو فيها، تجيكم مقاساتها كبيرة حلوة بصراحة، مرة أفخم من اللي قبل. بس جميل هذا السويت. بس يلا البنات نازلين يسبحوا. شوفوا خلاص الشورت المايو، شوفوا النظارة هذه عبد الرحمن لسه دوب اشتريها جديد من سنن ساند لشمس ورمال. شوفوا مرة حلوة من جد، أحلى نظارات اشتريناها للبنات، فيها تشيك تشيك مرة سهلة في اللبس. ومن هنا شوفوا كيف أبدا ما تقطع الشعر زي القديمة البلاستيك، يعني من جد كواليتي رهيب. وثاني حاجة أبدا ما تدخل الموية طبعا، لأنه جربناه لهم أنواع مرة كتير من أماكن مرة كتير، حتى من سنن ساند نفسه في النوع البلاستيك مرة سيئة، بس هذه رهيبة صح لارا؟ حلوة؟ إيوة مرة تجنن. هلبسها. أوكي أخيرا. شوفوا مرة حلو في أوفيس، وأخيرا نظف غرفة ماما وجاهزة. هذه غرفة ماما والبنات، حلوة. شوفوا برضو فيو جميل، وشوفوا تخيلوا رشوا حاجة ريحتها تجنن تجنن تجنن، ما أعرف إيش هي، ريحة كده عطر رائع.
شوفوا كيف مرة حلو مفتوح، ترى يجنن مرة حلو. وبس فشوفوا جميل، قعدوا ساعة يمكن ينظفوا فيها. وبس خلاص احنا البنات نازلين يسبحوا. شوفوا حلو، في مسبح اطفال كيوت. فحلو في له 3 مستويات، وهناك الكبير. شوفوا هذا ريم البوادي ماري حلو كذا مطل. يعني تخيلوا اليوم عيني التهبت مرة، فتبقى نجينا أنا وماما بأوبر من هنا. بصراحة بمشيها، هي جت تتمشى وتغير جو، ما جت عشان تقعد في الفندق. في نفس الوقت بدور صيدلية وأخذ لي دواء. مرة حلو المحل، كأنه البلد في جدة. شوفوا كيف كل شوب صغيرة، تجنن. شوفوا شكله مرة عجيب. هذا المحل أيام زمان، الريحة حلوة حلوة قطرية وأشياء كذا ماما أخذت. ماما مرة مبسوطة، مرة عجب ماما السوق واقف. عجبك؟ مرة حلو صح؟ صراحة يجنن، حتى الجو حلو. بس شوفوا مرة حلو كافيهات كبيرا. الصيدلية مرة قريبة اصلا. بسرعة بشوف لي دواء للعيني ملتهبة كده ويخرج منها. اوكي ماما بتقول لي بتدخل ده المحل، ادخله وبعدين اروح الصيدلية. شوفوا ماما لقيت اشياء فينتج زي حق بريطانيا، قلها 350. ليش 350؟ واي تو ماتش. الله شوفوا اكواب فينتج. طب هذا بكم؟ هاو ماتش؟ هذا اليلو. هذا يلو. هذه 150. 150 حلو. شوف ايش ده كمان؟ لا لا شوف لا، في سجادة عندي 38 سنة يبغى سجادة. ما بتقول له انا اجيب لك اشياء. هذا كم؟ اشياء فنتج مرة كثير في المحل هنا. 100 ريال. حلو والله. 5 ريال. 5 ريال ماما تقول له. اللي بدروس في المكاسرة. عجيب المحل حلو. طيب وقفنا هنا شويتين، ايش نبي ناخد؟ شفتهم مصورين بقولوا ضروري تجربوا دا شاي ورقاق كذا، يعني بسطة. نقعد هنا نجرب الكرك حقهم. شوفوا يا جماعة طلبنا شباتي جبن، بسم الله عشت كرك بريالين، تخيلوا كرك شباتي، وهذا رقاق بالجبن مرة شكله لذيذ. شباتي شكله لذيذ، يلا ماما دوقي. شوفوا ده مرة عجبني، شكله حطله بنوتيلا. أنقنق عليه. شوفوا كيف نحيف مرة، تحسوا كأنه كريب. رائع. شوفوا يا جماعة طلب بالشوكلت مرة لذيذ مقرمش. خلينا سفري. طلبنا اكسترا شباتي عشان مرة لذيذ. الشارع مرة زحمة، مرة مرة كله شوب صغيرة. شوفوا يا جماعة الزحمة مو طبيعية، تجنن. شوفوا مرة يضحك كأنه أصبع فجأة. شوفوا السوق هنا كله مرة.
مخور ان شاء الله نتقطه صح. المهم فماما دخلت تتفرج. نايت كلب هنا قدامنا، ما اعرف هو لا دخل في الفندق ولا لا. المهم مره عصبت الساعه 1 حاليا حرفيا كده، تعرفوا اللي راسي على المخده وحاسه كده بالسبوفر، اتوقع اسمه كده، تحسوا الموسيقى في راسكم. اتصلت على الريسبشن قلت لهم علي يعني كلموهم، مو طبيعي يعني. انا متاكده انه كل الناس اللي ساكنين هنا حيحسوا بنفس الشيء، انا في الدور التاسع مستوعبين. ومره الصوت كانه تحت، شوفوا الصوت دش 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 كده تحت راسكم. المهم ماري مزعج اكس، وعيني مره تعبانه، مره اتنفخت بزياده، ماني قادره افتحها. فالحمد لله ايوه عصبت، احس نفسي خرجت عصبيه كل حاجه هنا. شوفوا مره حلو كده، حب الكتب في المستشفى فكرة حلوة، يعني حاجة حلوة تشتري كتب لأسعار مرة حلوة. شوف 10 ريال. شوف خاصة وصفت لي هذا الدواء كورتيزون ومضاد حيوي. يا مساء الخير يا جماعة، كيف حالكم؟ والله بصراحة اليوم جدا يوم حزين. تخيلوا أول ما صحيت على ماما بتقول لي انه خالة ماما وبابا الله يرحمها توفت. فبس بعدها يعني اشوف عيني اكتشف انها مره حمراء تفجع كده، يعني بدات تصير حمراء من جوا كمان، فمره خفت بصراحه اول مره يصير زي كده. وعلى طول رحت على المستشفى، فقالت لي هذا فيروس مره منتشر الفتره دي، ومن اعراضه كمان يكون عندك الم حلق وزكام. قلت لها كله موجود عندي. بس ودتني بمضاد الحمد لله، خلاص رجعت. ما في طبعا رحلات دايركت على المدينة، هي الله يرحمها يا رب توفت في المدينة، فالعزاء حيكون في المدينة. مرة نفسي أروح بصراحة، بس أحس مرة صعبة بالذات مع عيني، مرة ما نمت أمس الليل بسبب العين وكذا. بس فحجزت لها موعد، أقرب موعد بكرة ماما، أقرب رحلة. الحمد لله قاعدين في الفندق. رحنا هنا مستشفى قريبة اسمها الأهلي، والبنات بياخدوا قيلولة. اليوم صحي مرة بدري، وقلت كده على العصر إن شاء الله ننزل نسبحهم. وبس الله يرحمها يا رب، جدتي توفت قبل 3 أسابيع بالضبط، وماما جاية عشان تغير جو. فالحمد لله يعني سبحان الله، خالة ماما وبابا بينها وبين جدتي 3 أسابيع بالضبط بالضبط. الله يرحمهم. هلا الورود حلو غريب. شوفوا يا جماعة أكبر يعني كذا، دا ما أدري شو يسموه، حلو المول يعني تتسوق وكذا، مول قديم it's nice. شوفوا يا جماعة وصلنا مشارب. مرة حلوة المنطقة، مرتبة كلها كافيهات ومطاعم. شوفوا فيها هارتز، وهنا في تريباني، وفي كذا مطعم هندي هنا. كلها مطاعم مرة كويسة، والريفيو عليها مرة حلو. بيقولوا مكيف الشارع، ما أعرف، ويقولوا مفروض إنه زحمة. فين الزحمة؟ ماما تروحي هارت؟ تعال نروح هارت. شوفوا مرة حلوة المنطقة، مرتبة. دخلنا هارت هنا في مشارب. شوفوا مرة تحمست أجرب الكريمبرولي، صاحبتي تمدحه. شوفوا طلبت كالعادة فلات وايت، هذا اللي صاحبتي تمدحه الكريم برولي، مرة تحمست جدا. هنا في كابتشينو ماما. شوف مال الكريم برولي بصراحة يفوز، عجبك؟ شوفوا شوفوا كيف البين صراحة، يعني كألت كريم برولي أدوقه برا في مطعم يعني. دوقي ماما، مرة لذيذ. شوفوا يا جماعة
اليوم العشاء هنا في تريباني، مارة معروف. طلبنا جوس في لوبيتش وجنجر ومدري ايش والسالد، بس الباقي ما جاء. شكله مره حلو، عجبني. سلطه خرافيه، جوي واجوائي، بس طبعا من غير افوكادو من غير شريط وميتز. هنا باستا، بقي بيتزا. شوفوا يا جماعه البيتزا نتفه، سحره لندن. المهم مره لذيذ، بس الاكل تحسه عينه، بس بصراحه السلطه تفوز. سلطة الفوز يمي، وده الفوز. شوفوا المنطقة حلوة كلها هنا، برانز فيرزاتش، اشوفوا ما ادري والله ايش في اماكن. المهم خلاص راجعين الفندق. منطقة حلوة، بس فين التكييف؟ فين التكييف اللي يقولوا عنه؟ انا ماني شايفه مكيف. شايفه تكييف؟ ومرة ما هو زحمة زي ما يقولوا مرة زحمة، ما أبدا ماني شايفة زحمة. يا أهلا وسهلا، خلوني أوريكم إيش اشتريت اليوم. طيب أهم حاجة، هذا كذا زي ال هذا برش شامبو، شامبو حق فرش الميك اب. شوفوا مرة كبير رغبة بصراحة، يعني بعد الانفكشن اللي صار في عيني، التهاب وكذا مرة عدوته، يعني الدكتورة قالت ممكن ينتقل للعين الثانية، تخيلوا. ومرة سهل يتنقل، يتنقل من الهواء، مستوعبين؟ فبصراحة جبت ده، قلت ضروري أغسل كل فرش الميك اب حقتي، وحتى الميك اب من برا راح أرش عليه اللي هو الكحول. المهم شوفوا اشتريت هذا طبعا قطن، بس أحتاج عشان أمسح عيني كل فترة مع النفخان كده، وفيها إفرازات وكده. الحمد لله هذا اشتريته من سوق واقف أمس، ما مشتريت لي هو. شوفوا مرة كيوت حق الثلاجة، يعني بصراحة ده أكتر شكل يمكن عجبنا. آخر حاجة شوفوا ماما اشتريت لي هو من المطار وهي نازلة، عطر كارتييه. هذا مرة تحبه، تعشق ده العطر ماما أصلا. يعني أول ما فتحت كده وشميته على طول كده افتكرتها خلاص، قلت لها أوكي هو ده ريحة عطرك اللي دايما، من جد من جد دايما ريحتها ده العطر كارتييه، تحب ترشه دايما. المهم فهدي من ماما، ثانك يو ماما. وبس والله ما اشتريت أشياء كتير أبدا الحمد لله. يعني أنا كده ماشية في السوق، أتوقع يعني خلاص مرة تانية لما تشوفوا واحدة ماشية في الليل في مطعم أي محل ولابسة نظارة، يعني حقيقي لا تقعدوا تتريقوا عليها. أنا زمان كنت أقول إيش ده، إيش دي الحركات، أحد يمشي بنظارة شمسية في الليل؟ بعدين استوعبت ممكن يكونوا مرضانين عينهم انفكشن فيها زيي. المهم فيضحك، أنا قاعدة كده في المطعم وتلاقوني مشكلة لما أفك النظارة وأكلم الويتر كده تلاقيه متنحوا في عيني، عارف ما حب ده الشعور، خلاص أنا خليني لابسة نظارة ومو لازم تعرفوا أنا إيش في عيني. المهم هذا الدواء اللي ادتني هو الدكتورة، ادتني زيه اثنين، قالت لي لا تستعمليه على عين الثانية أبدا، بس عين واحدة. قالت لي استعمليه كل ساعة، تخيلوا. والحمد لله الحمد لله أحس عيني مرة خفت، يعني كان فيها كذا زي الشيء تقيل، الحمد لله خف. صح الإحمرار لسه موجود بس الحمد لله ما كتر أبدا، والانتفاخ شوية خف. يا رب الحمد لله، بصراحة مرة مرة كان شعور سيء الحمد لله. يعني تعرفوا العين كيف من الأشياء اللي مرة تخافوا عليها. بس هنا في كولكشن كده حقت الأدوية، يعني شوفوا هذا الشيء رهيب بصراحة. شوفوا كولكشن الأمراض. المهم هذا الشيء كده يجي زي البخاخ، هوريكم، هو مرة حلو. بالعسل. المهم تفتحوا ده الأنبوبة كده وترشوه جوة حلقكم، مرة يريح يعني الحمد لله. تعرفي يعني ألم الحلق الزكمة، بس والله فلازم الأدوية. بس فالبنات اليوم ما شفناهم، تخيلوا من العصر نزلوا يصبحوا مع عبد الرحمن، بعد أنا وماما رحنا خرجنا تبي تشتري للعزة كده زي من السوق، بعدها رحنا تعشينا
خلاص رجعنا للفندق وعبد الرحمن كده خرج مع البنات، فالحمد لله خلاص اخر يوم لينا هنا على خير. كيوت انا ماما مشتري للبنات اشياء، شوف سناكات، مشتريت لهم مانجا، مشتريت لهم كرز، يعني شوية اشياء انبسطوا عليهم. يعني حرفيا لازم طبعا كل سفرية اخذ كده اشياء، اخذ شوية ادوية، بس هذه المرة عمره ولا 1% ما جاء في بالي ان انا ممكن يجيني ده الشيء، فالحمد لله على طول نروح الصيدليات ونشتري. بس تعرف المشكلة لما يكون مثلا في بلدان ما يعرفوا مرة يتكلموا معاكم بالانجلش او بالعربي، مرة صعب تشرحوا لهم كيف انتوا اشتبوا هنا، عشان قطر كده حد زي السعودية، فالحمد لله يعني على طول لقينا ايش نحتاج وزي كده في المستشفى كان سهل التعامل وكل حاجة. بس هو ده اسوأ شيء يصير لكم المرض في السفر. الحمد لله على كل حال. مرحلة فاضي. شكله حلو في الليل، فاضي. ماما مرة عجبها هناك في مرجيحة، أمس استكنت مع لارا وتاليا مرة انبسطت. بس والله فاضي، ديك التواجد وديك القعدات طبعا يعني، بس أنا أتوقع الناس كلهم يفضلوا إنهم يخرجوا. شوف أنا في الشاطئ السفر حق الفندق. مرحلة شو يا جماعة، ماما ايش عملت؟ اشترت مانجو مخصوص عشان بلعح تانيا حبيبتي. ترى هذا مو ليكي، هذا حقنا نحن. اوكي انت حقك السادة، اديناها سادة. المهم عشان تحط ما هذا، تقول انا اشوفهم يحطوا هذا كذا. وصلنا يا مي توتو، يلا خدي هذا. ترى مو فلفل هذا، ندوقه. هم يحطوا مرة اكتر. دوقي ماما. واو رهيب 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 رهيب. حموضة كده على حرارة، بس لا تكتروا. أحس كده كويس صح؟ أوف أوف خطير هذا، شكله ماما الحين حتشتري 10. شوفوا ده نازلين نفطر. بس طبعا ما نزلت فطرت، يعني كان صحيت وشفت عيني تفشع على طول قررت ما افطر. هن فنازلين اول شيء البوفيه عشان خلاص كلها نص ساعه وماما رايحه المطار. لانه امس يعني كنت في المستشفى فماما اخذت لي مندال كيك وده، بس كان كيك موز وكب كيك. يا جماعه المفن كان خطير، هذا المفن ما هو بتاخذ للولو كمان لانه بناتنا يمين. هذا كان رائع، وده وحتى كرواسونات بصراحه كانت مره خطيره، حاخذ البنات بما انهم نايمين. مره مظبطه لولو. خلصنا آخر يوم، ماما راحت المطار، نزلنا سبحنا شويتين. سبحنا إيش الكلمة دي؟ سبحنا. المهم ودحين الناس خلاص يعني قريب التشيكن، بقي أقل من ساعة بس. والأجواء جميلة وعيني في تحسن الحمد لله، راح الانتفاخ، بس الحمار اللي جوة العين يفجع 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 حقيقي، يعني كأنه واحد خبطني في عيني. فان شاء الله بس. وتخيلوا تاليا مسكينة اليوم صحيت عينها كلها غمس زيي. بس قلنا لو انه زاد معاها حنوديها ان شاء الله مستشفى على طول بكرة، اليوم يعني اذا وصلنا. مشكلة اليوم جمعة، بكرة بكرة ان شاء الله السبت. خلاص ويلا نشوفكم على خير، باي باي.